ولمزيد من التفاصيل حول نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثالث أيام زيارته للولايات المتحدة ينضم إلينا من واشنطن زميلي أحمد الطهري. مساء الخير يا أحمد. مساء الخير رامي عليك. مساء الخير عليك وعلى كل مستمعي الراديو 90 90. أحييك. أنا الآن أمام مبنى الكونغرس الأمريكي حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه كما تفضلت في جدول أعمال مزدحم في ثالث أيام زيارته المهمة إلى واشنطن.